لعبها في ليفا احنا في الدوري أحبتنا في كل مكان، أرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة أهداف. تبقى أهداف عالقة في الذهن في حقب مختلفة من عمر الرياضة الكويتية أو حتى الخليجية. فرحنا بها كثيرا، حزننا فيها كثيرا عند الخسارة، الفرح عند الفوز. هكذا هي عالم كرة القدم، وهكذا هي الحياة، فرح وحزن. سنبقى معكم بإذن الله تعالى في الكرة أهداف. بعد الفاصل سنبدأ المشوار. بطولة كأس أمم العهد لكرة القدم 1996، القادسية والساحل. كان مع القادسية عبيد هندسة، وكان معاهم أيضا لاعب مهاجم مميز قال له علي عبد الكريم بسويهي. علي بسويهي على فكرة بعد اعتزاله ابتعد تماما عن الرياضة، يعني ما تشوفه في الإعلام ظاهر إعلامي خلاص، لكنه كان هداف ماهر وكان لاعب مميز، وكان القادسية في تلك المرحلة. دعونا نشاهد تلك المباراة. اللعب بالمرمى عبيد، طبعا عبيد المتخصص عبيد حطها بالراحة في الدقيقة 14. عبيد الشمري أول هدف للقادسية، دقيقة 14، 1 القادسية. تقدم إلى دور الثمانية بعد فوزة، والقادسية فاز على الكويت 2-1، وأيضا إلى الدور الثمانية، وهي مباراة في دور الثمانية وملعوبة عرضية. بسوي بالجول. حلوة من حمد مبارك وأحلى من بسوي، وشكلها وهو لف على كيفه، شكل سينمائي، تصوير تلفزيوني بكرة حلوة بالثمانية. شوف شلون لف، شوف وين رايحة، صعبة، شلون مرتفع الحارس كثر ما يقدر، لكن ما قدر يصيدها. صعبة بسويهي. الهدف الثاني في الدقيقة 25، علي بسويهي من محمد مبارك رفع له كرة. شوف لعبها وين، شوف اللفة، شوف الحارس حاول يرتمي عليه ويرفع له. نواف عودة حمد العثمان إلى عبيد الشمري. عبيد راح يرفع له كرة إلى مصطفى. العوبة إلى مصطفى، وصلح له كرة مصطفى. بسويهي وهو طايح جول. طايح لأنه تعرقل، لكن هو طايح بروحه ما حتعرقل، لكن ويا الطيحة حطري له بالكرة. وحكم المباراة طبعا يعطي فرصة حتى لو كان أحد اللاعبين معرقلة، لأنه يقول كرة من صالحه لما أعطي بلنتي أفضل الهدف. شوف مصطفى صلح له كرة، شوف نقدر حتى لو نقول في اشتراك. شوف إني تعرقل من البداية، لكن حكم المباراة أعطاه فرصة، وهذا تصرف سليم من علي مندني الحكم في الدقيقة 39. ويتقدم سيف فالح، وشايد سيف فالح بالمرمى. جول حلوة، برافو، حلوة يا ولد على الكرة. حلوة ملعوبة في منتهى الذكاء من اللاعب سيف فالح، اختار الزاوية الصحيحة وفي مكان في زاوية وحطها الزاوية البعيدة. شوف لعبها حلوة هني، لعبها لنفسه وركنها في الزاوية الصحيحة البعيدة عن حارس المرمى وأصعب. شوف
سعد الكندري، ماجد مرزوق، ماجد بالخطأ راح تلعب بالخطأ لأنه متقدم مع اللاعب، بالخطأ لأنه لمست فيه وإلى حمد الصالح، حمد الصالح، حمد الصالح، جول جول بالخطأ، شكل اللاعب راح يلعبها بالخطأ لأنه مصطدم فيه، فبالتالي ترجع لحمد الصالح ويسجل. وقلت لك نشط قبل هالدقيقة هذه الغاتسية، وسجل في الدقيقة 33، في الدقيقة 33 حمد الصالح يرفع ايده، أخطأ فيها أيضا اللاعب، اللاعب رقم ثلاثة ماجد مرزوق مع اللاعب نايف شجاع، وتلعب شوف نايف حاول يغطي ويصلح خطأه لأنه جاي يستلم كرة من ماجد، شوف 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 جاي يستلم من ماجد، شوف شوف الخطأ، نايف شجاع جاي يستلم كرة من ماجد، طبعا ماجد مع الكرة وما كان مضايق أي لاعب، وهني الخطأ يتحمله أيضا نايف شجاع ومع ماجد، وسجل حمد الصالح وتركها لنفسه وعلى طول حطها في الزاوية البعيدة، مسجل في الدقيقة 33 الرابع للغاتسية. جاسم يلعب، جاسم يلعب، ألف وتسعمائة وستة وتسعين في بطولة كأس سمو العهد لكرة القدم، السالمية والشباب. وعندما يكون علي مروي مهاجما مع نادي السالمية، واحد المهاجمين المميزين خلال مرحلة التسعينات، أبو عبد العزيز لعيب من أنصاف الفرص يسجل، فلا غرابة أن يكون هدفا أيضا لعلي مروي. شوف الهدف الى حسين الخضري لجاسم الهويدي، جاسم يعدل كره معه، وهجمه السالميه ناحيه اليمين، الهويدي عرضيه خطره سلم، جول مروي، علي مروي، علي مروي، وكره يهيئها له جاسم، لكن يلعبها على طول مروي، ما تاخر فيها براسه، يسجل اول اهداف السالميه. هذا علي، هذا علي، والهدف الاول للسالميه في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول. علي مروي كرة هيئها جاسم الهويدي ناحية اليمين، تقدم فيها، شوف هذه عادة لما عدى من ظهير الشمال للشباب الهويدي، شوف مروي على طول، وهو لمسعود مختار، مسعود هجوم الشباب حتى الآن مو قادر فعلا يتخلص من رقابة دفاع السالمية، ولذلك هجماته منتهية بسهولة أمام تغطية أمينه والخضر وفلاح الأخوين عيسى وعلي، وكرة ملعوبة توصل ناحية رائد عبد الرزاق، يحاول ويلعبها خطرة، جول 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 التعادل، رائد عبد الرزاق، شوف رائد عبد الرزاق سجل التعادل للشباب لما وقف دفاع السالمية، وشاف فعلا رائد عبد الرزاق زاوية مفتوحة الشمال أمامه وحارس المرمى بروحه اللي هو غانم صلبوخ، شوف 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 شوف، كان أيضا لعبها على طول، شوف الزاوية فعلا ضيقة المفتوحة من أمام غانم صلبوخ. شباب والسالمية سجلوا الهدفين في الشوط الأول من المباراة، في الدقيقة 9 علي مروي، في الدقيقة 27 رائد عبد الرزاق، كرة ملعوبة خطرة محمد سالم لو حصلها، ويلعبها محمد سالم وتلعب، جول، وانتهت المباراة بالذهبي للسالمية لبشار، بشار بشار عبد الله، بشار يخطف الذهبي للسالمية في الدقيقة 7 من زمن الشوط الإضافي الأول، بشار عبد الله، بشار عبد الله، وفي الدقيقة 7 ينهي المباراة لصالح السالمية. شوف هذه عادة بالبطيء حصلها محمد سالم، تابعها محمد سالم ولعبها عرضية أمام عيد، حاول فيها عيد، حاول شوف وطاح عيد، لكن جاسم يلعب، جاسم يلعب، أحب
احبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم الى نهايه حلقتنا اليوم الكره اهداف. ان شاء الله استمتعتوا في مجموعه من هذه الاهداف باذن الله تعالى. هناك اهداف ايضا جديده قادمه ان شاء الله يوم قد ان شاء الله. نلقاكم على خير، فالكم طيب ان شاء الله اليوم ودوم. مع السلامه. Come on!